هاي الضربات اللي صارت نفس الضربات اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، نتيجة ما في، وما بيصير نتيجة إذا ما شالوا لنا هذا بشار أسد من شروشو وهالنظام كله شالوه، إذا ما انشال ما في نتيجة. هاي الضربات كلها ضربات يعني مثل كأن هيك يعني لحم سلاح النظام بس. ما أثر شيء على النظام، هل يعني هل ترى إنه أثر شيء على النظام إذا قبل بأسبوع فضوا المواقع؟ وما أثر شيء على النظام، يعني فضين المواقع من قبل بأسبوع، متصلين بعضهم. لو بده أمريكا تضرب النظام السوري كان ضربته من دون ما خبرت حدا ومن دون ما حكيت لحدا ومن دون ما طشت إعلامها كلياته، بس كلها اتفاقيات من روسيا ومن أمريكا ومن النظام السوري. يعني لو بده تضربه كان ما خلته يطلع وبعدين تضربه، بس كلها أبر بنشان نسونا المجزرة اللي عملوها بالغوطة. نحن ما بهمنا مين من كان ضربه، نحن اللي بهمنا انه كل يوم وكل ساعه حي الله فصيل يضربوا، حي الله دوله تضرب، المهم نخلص من هذا النظام الفاشل. نحن مع الضربه الامريكيه لانه نحن كل شيء يستهدف نظام الاسد نحن معه، يعني علما نحن نعرف انه الضربه الامريكيه ما هي لاسقاط النظام، ولكن باعتبار عم تستهدف نظام الاجرام الاسدي فنحن مع الضربه.